كل سنه وحضراتكم طيبين مره تانية، ويا رب دايما في اعياد، ويا رب دايما ايامكم جميله. كل سنه وكل الامه الاسلاميه والعربيه يا رب دايما في امن وفي امان وفي سلام. عمرو المليجي هو واحد من المطربين المصريين، يمكن لما تشوفه الاول وهله او لما بتسمع طبيعه الاغاني اللي بيقدمها يمكن تفتكروا ان هو مش مصري، انما حقيقي هو مطرب مصري مختلف تماما. بيغني انجلش كويس جدا، بيغني عربي بشكل غربي، ببيتس مختلفه، بالحان مختلفه. عمل دواتو نجح جدا جدا، كسر الدنيا مع المطربه والمذيعه رزان مغربي. عنده ألبوم الحقيقه كان لسه بيحتفل بصدوره من اسبوع تقريبا، من فتره قريبه جدا. هنسمع منه اكتر، هنعرف اكتر عنه من هو النهارده معانا في انترفيو خاص جدا على نايل لايف وفي نهارك سعيد. صباح الخير يا عمرو. صباح الخير. اولا كل سنه وانت طيب. حبيبي انت طيبه. كل سنه وانت طيب، انت وعيلتك وكل حبايبك وعيد سعيد عليك. وانتوا طيبين ونايل لايف كلها طيبه، وانا بتفائل كل مره بعمل حاجه لازم اعدي عليكم. اكيد اكيد بتشرفنا دايما وبتنورنا. الناس طبعا بيتفرجوا، يعني ان شاء الله يبقى عيد حلو. اكيد. اولا مبروك على الالبوم الجديد، انا عارفه ان انت كنت عامل حفله من قريب، من اسبوع. خلينا نتكلم على طول عن الشغل الجديد ونعرف ايه الجديد اللي انت عامله. مين هم الشعراء والملحنين المتعامل معاهم؟ ايه الجديد في الجديد في الالبوم الجديد؟ الالبوم ده اسمه مستني من زمان هانجينج ذير، ليه اسمين عشان هو نص انجلش نص عربي. هانجينج ذير دي كانت اول اغنيه صورتها اللي كانت تحت الميه، شفتها. انا فاكراها طبعا كويس جدا. قعدت فيه 3 سنين الالبوم عشان كانت طبعا ظروف البلد والدنيا الانتاج وكل حاجه، وكنت بحاول على قد ما اقدر اعمل موضوع مظبوط والسنجلز تنزل في وقت المظبوط عشان تبروموت الالبوم لما ينزل. فالحمد لله الالبوم هو اخيرا نزل، يعني تعب السنين زي ما بيقولوا، واتعاملت فيهم مع الشريف الوسامي هو البروديوسر اللي عامل لي معظم اغاني الالبوم. تعاملت مع ملحنين شادي محسن، احمد محمود، شعراء امير طعيم، مش امير طعيم سوري، امير عزت، في كلهم ناس شباب. اتعاملت من بره مع موزعين ارجن من امريكا، مادي من مصر هنا، الناس اللي بيطلعوا برضو. يعني كوك عامل ميكس حلو كده، ميكس مختلف كده، ميكس مختلف شبابي. عارفه اللي هو مش مستنيين يعني فيدباك او حاجه معينه، قد ما احنا مبسوطين باللي بنعمله، مبسوطين بنعمل حاجه جديده، فخورين بيها يعني. فهو ده وبتقدم مزيكا مختلفه. مظبوط. وانا كل الاغاني في الالبوم انا يعني يا اما انا كاتبها يا اما بيخش معايا كو رايتر، حد بيكتب. انا بحب دايما الاغاني اللي بغنيها تكون اكسبيرينسز او تجارب انا عشتها. بتبقى كلها انت اللي عشتها ولا بتبقى ناس حواليك؟ لا. واحد صاحبك، حد حكى لك حكايه؟ انا الالبوم ده، الالبوم ده كفايه ان اسمه مستني من زمان، فعلا مستني من زمان الالبوم ينزل. عندك اول اغنيه كتبتها من وانا كنت لسه في المدرسه، وحاجه اسمها الحب مات. دي اغنيه غريبه، بتتكلم ان واحد بيصحى يلاقي بيجيله خبر ان الحب مات، كان الحب ده شخصيه، فانه متضايق انه ما جاتلوش فرصه انه يحب. دي مثلا تجربه، وانا كنت مثلا ايام المدرسه وكده، وانا ملتهي بحفلات المدرسه والحاجات دي، كنت الاقي الناس مثلا كلها بيصاحبوا وبتاع، وانا اللي هو مش مركز في الموضوع، فاقول هل في عيب فيا ولا في ايه، انا ولا انا مش مركز ولا كده. في عندي اغنيه اسمها سنسيتيف سولجر، دي كتبتها وانا في الجيش. كنت ببقى معايا نوت بوك كده صغيره اقعد اكتب فيها الافكار وكده، فكله انا، كله تجارب، كلها حاجات كلها انت اللي حاسسها وعايشها وكتبتها. كله انا. برافو. انا طالع عشان اتكلم على الحاجات اللي الناس ممكن ما بتتكلمش عنها او خايفه تتكلم عنها، اللي هو انا ده انا. جميل جدا. الالبوم ده عمرو. جميل. عمرو المليجي شخصيه جميله جدا الحقيقه، وانسان مهذب جدا، وفنان جميل وطبيعي جدا وتلقائي جدا زي ما انتم شايفين. يعني هو كده، ده عمرو المليجي. تعالوا نشوف مع بعض كليب علي الصوت. علي الصوت، كليب علي الصوت. يلا، كلمات والحان مين؟ كلماتي انا وشادي محسن، والحان شادي محسن، وتوزيع شريف الوسامي. يلا نشوف علي الصوت ونرجع نكمل كلامنا مع عمرو المليجي. زي ما شفتوا كده معايا حاجة مختلفة تماما، يعني لو ما كانش بيتكلم بالعربي ممكن تحس انكم تتفرجوا على كليب على يعني ام تي في مثلا. انا كنت قاصد اعمل حوار ان مزيكا جديدة داب ستيب على كلام على عربي، على عارفة ان ده دي الهيت لازم. جمهورك مختلف يا عمرو، يعني جمهورك مش شبه الناس اللي بتسمع كل الاغاني، ومش كل المصريين بيسمعوك. مظبوط. وانا قاصد ان انا من اول ما طلعت بقول انا مش طالع اغاني للناس اللي بتوع تامر، للناس اللي انا طالع بغني لفئه معينه، ناس تانية حبت اهلا وسهلا. يعني انا كده حلو ان انتوا تبقي عارفه
انت بتترجتي مين، انت مين بيسمعك، انت مين اللي مهتم، مين اللي هيروح يشتري السي دي. يعني انا من الاول عارف الموضوع ده، مش اللي هو مثلا يعني مش بغني حاجات تقليديه، يعني انا بغني انجلش وبغني لو بغني حتى حاجات عايتو امور يعني كوميرشال شويه برضو، اللي هو بحاول امسك العصايه من النص. بس انا مبسوط بالناس دي. انت مبسوط بالناس، مبسوط دي بالناس. مش عايز تبقى كل الناس بتسمعك؟ اكيد مين ما يحب. يعني ما بتفكرش تعمل في الالبوم مثلا اغنيه او اغنيتين في اغنيه مقسومه لكل بقى المصريين في الالبوم؟ الحمد لله اللي عاجبني فيه انه كل مفيش اغنيه شبه الثانيه. في المقسوم بس برده بستايلي ده. بس بعمر المليجي يعني انت تسمعي. أيوه. برده ده مش فلان او لا، ده عمرو. يعني انا بحط التاتش بتاعتي برده. طيب. فلا عامل تنويع ده طبعا، عامل حاجه شرقي. أكيد. حلوه اكيد اكيد. طب حلوه قوي. تعال نتكلم عن التوزيع، واللي افتكر ان هو ده الاختلاف. يعني الكومبوزينج او التوزيع اللي بتوزعه، التوزيع والتصوير والفيديو. انا 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 غير الفيديو. خلينا نتكلم عن الاغنيه دلوقتي كاوديو. لو احنا بنتكلم عن الاوديو، التوزيع افتكر بيفرق معاك جامد. أكيد. يعني الكلام ده ممكن يتغنى مقسوم، وممكن يتغنى كده، وممكن يتغنى هيب هوب، وممكن يتغنى. أكيد. بس الميوزك والتوزيع هو المختلف. مظبوط. انا بتوزع مع مين بتتدخل في الحاجات دي؟ بيبقى أكيد. عندك تيمة معينة مثلا، بيبقى أكيد. عندك حاجة معينة في دماغك عايز تعملها؟ أنا أول ما بكتب الأغنية ببقى متخيل دي سكتها رايحة فين، هتبقى حاجة ببيت سريع بترقص، ولا حاجة سلو، ولا حاجة بتبقى من أولها احنا ماشيين في الاتجاه ده. مش مثلا بنسيبها اللي هو الموزع حسب ما تطلع ما تطلع، لا احنا بقى رسمين شكل دي هتطلع عاملة ازاي كده. أنا بركز على 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 على, على البيت، علشان إنه دي بشوف المزيكا اللي احنا في الناس اللي سن بيسمعوها اللي بتشدهم وكده. زي ما قلت انا بخاطب يعني سن معين، فئه معينه، شريحه معينه، ناس معينه. بالظبط. فانا قاصد مثلا اغنيه زي هالي الصوت دي بتتكلم الكلام على ان واحد بيحب المزيكا وبيحارب عشان المزيكا، على قد ما انت في الاغنيه في الاول فاكره ان هو بيتكلم على واحده اللي هو انه بيحبها وسالوني كتير ليه بتحارب عشانها، وفي الاخر طلعت في الاخر انك مزيكا. بتحب المزيكا في الفيديو كذلك اهتميت ان انا برضو بتكلم عن البولينج او الاضطهاد او كده. هو بحب اخش في يعني انا عمري ما هطلع اغني الموديل وامشي وراها واشاور واعمل ده، مش انا. فانا طالع بعمل وراك 3 4 بيرقصوا كده وحاجات. ده اللي كله بيتعمل دلوقتي. لا انا بعمل في كل كليباتي من اول كليب لحتى الكليب بتاع رزان لاي اي اي، دايما في الاليمنت انه شوك اللي هو ايه اللي ايه ده، في حاجه بتمشي الفيديو بيخلص فاكراها. فانا ببقصد ان انا بعمل بيس اوف ارت او حته يعني جزء حاجه فنيه، حاجة يعني فنية. قطعه فنيه ببقى مبسوط. يعني انا غصب عني دلوقتي انا لو شفتيني الفيديو شغال انا مبسوط. انا طب قول لي يا عمر، التجربه بتاعت رزان افتكر انها كمان كانت تجربه مهمه جدا. اولا رزان طبعا فنانه جميله، اكيد دماغ خفيف جدا، محبوبه جدا. أكيد. كل الناس كانت بتموتنا في التصوير. يعني ما حصلتش. أكيد. وانا يعني طبعا الف الف مبروك على البيبي، هي جميله ولسه ربنا رازقها الحمد لله. برام ربنا يخليه لها ويا رب دايما تفرح بيه. احكي لي عن التجربه دي، واحكي لي اولا مين اللي اختار لك رزان، ولا انت اللي اخترت رزان؟ انا بقول لك شكل من اغنيه للفيديو من قبل ما يتنفذ انا محضره. فانا كان في بالي من اول مره يعني قلت الاغنيه دي اسمها هتبقى ديو او فيتشرنج. مفيش في بالي غير رزان. ورحت مثلا مع الموزع بقول له الاغنيه دي هعملها مع رزان من قبل اصلا ما اعرضها على رزان، وكل ثقه هي رزان اللي هتطلع في الاغنيه. هي رزان، مفيش حد يقدر يقف معايا في دي غير رزان. تخيلتها كان الاغنيه سيمبل، هي اغنيه بوب خفيفه زي الحاجات اللي احنا متعودين نسمعها من زمان وكده، بالمنت برده فيها دابستيب خفيف وكده اهوت. فكنت عايز واحده، مش عايز واحده مغنيه او مطربه يعني فاهم، بس انا عايز واحده كاريزما تنطيط هتعيش معايا وكده. وده الحمد لله الناس علقت عليه في الفيديو، احنا اتنين متجننين بنافور اللي هو في نفس الليفل، ما تحسيش فيه حد عارفه يعني عشنا كاننا عارفه اللي هو في هوليوود وبنعمل. ايوه طبعا كانت لا وهي عاشته بجد على فكره. أيوة يعني طبعًا. هي لو احنا بنتكلم أكيد. عنها لا هي أكيد. فعلا عاشته بجد رزان. يعني اكبر واهم مهرجانات العالم كلها. أكيد. واهم نجوم العالم كله كانت بتقابلهم يعني. اكيد. فطبعا الخطوه دي فادتني طبعا، الناس كلها بتحب رزان وكده. فكنت قصدي ان اعمل مفاجاه ان انت برده في اول الفيديو شايفه ظهر واحده مش عارفه مين كانت بتطلع رزان، فانت تستغربي برده رزان بتعمل ايه في اغنيه انجليزي مع واحد جديد. أيوة. مع طبعا كانت يعني خاصه في لبنان سمعت قوي كمان، فبقيت الفان بيس بيعلى معايا. حلو. كانت خطوه مهمه قوي، تجربه حلوه. طيب تعالى نفتكرها مع بعض. يلا نفتكرها مع بعض. عمرو المليجي، رزان مغربي، ديو حلو جدا وكليب احلى. تعالوا نشوفه ونرجع نكمل.
بريكنج مي داون، ودي كانت تجربه مهمه جدا في مشوار عمرو المليجي الفني. تعال بقى نتكلم عن الجديد. الجديد احكي لي كده، قدمت ايه؟ مقدم مزيكا عامله ازاي؟ مقدم مواضيع شكلها عامل ازاي؟ زي ما قلت عندك كل اكسبيرينسز، يعني لما صاحبت، اول مره حبيت، اول مره سبت، اول مره ايه، يعني اكسبيرينسز كتيره قوي. جيش يعني it's my life. اول البوم ده هو انا، واللي بعده هيبقى ان شاء الله انا وانا وانا وانا. طبعا احب اشكر كريم محمد المخرج اللي عمل لي الكليب بتاع رزان والكليب الجديد. والجديد دلوقتي ان الالبوم نزل وبنسوقه، وانا بروموشن بقى هنا وهنا وهنا. المفروض في حفلات ان شاء الله قريب، وفي فيديو المفروض تاني نازل ان شاء الله، بس مش هقول لكم انهي اغنيه في الالبوم. المفروض في فيديو هنا، مش فيديو. بتاخد راي مين في شغلك يا عمرو؟ يعني اكيد كريم مثلا المخرج، شريف مثلا. في حد من عيلتك مثلا بتسمعه؟ مامتك بسمعهم اكيد وبيشوفوا، بس انا عيلتي ما هو يعني ما لهمش قوي في الفن. يعني دي سبورت على قد ما يقدروا، بس اللي هو يعني بس مش ممكن مثلا تعمل اغنيه، فكره اغنيه، كلمات اغنيه تعرضها عليهم يقول لك والله دي عمرو حلوه، لا بس اغير مش عارف ايه، ولا ما له يعني ما لهمش في سكه ثانيه جد تماما، عارفه اللي هو ايوه. فبحاول على قد ما يعني ما اقدر اخد راي الناس اللي انا اللي حواليا، خاصه الناس اللي مش هتجامل، الناس اللي مش هتقول مثلا، يعني هتقولي رايهم بصراحه. في شادي محسن الملحن دايما باخد رايه حتى في الحاجات اللي هو مش شغال فيها معايا. لا انا الحمد لله حواليا ناس كويسين. جميل جميل، يا رب دايما يكونوا حواليك ناس كويسين، وتكون الصحبه اللي حواليك دايما صحبه حقيقيه، لان ده بيساعد جدا المطرب انه يوصل اي حد. مش شرط مطرب، اي حد، حتى يعني ان انت معايا you're surrounded by the right people. good people وصح right people. yes. الواحد دي اهم حاجه طبعا. يعني بدل ما في يعني مش هيودوكي سكه ثانيه، مش هيبيعوكي، مش ايه، مش هينفقوك، مش هيخدعوك. كلام كتير لازم دايما في جروب اوف فريندز بجانب الاهل، هما دول. جميل، كل سنه وانت طيب، ويا رب يكون عيد سعيد عليك وعلى كل الناس اللي بتحبهم. ودايما بتمنى لك التوفيق وجود لك. ميرسي. ثانك يو رن. ميرسي. خلينا نكمل بعد الفاصل، لسه معانا فقرات كتيره، خليكم معانا.